بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نستفيد من كورس الـ HTML بشكل صحيح. أول سؤال رح تسألني إياه، هل لازم يكون في عندي خبرة سابقة؟ بحكي لك لا، إحنا رح نبلش معك من تحت الصفر، لكن يفضل أنك تكون متعلم الـ Git والـ GitHub. طبعا على القناة موجود عندنا كورس الـ Git والـ GitHub بشكل كامل من الصفر إلى الاحتراف، رح تلاقي لينك القائمة في الديسكريبشن. طب ايش هو الجيت والجيت هاب؟ شو الفايدة منه؟ كل محاضرة بشرح لك اياها، فاكيد راح اكتب انا كود، وبعد المحاضرة اكيد انت بدك تكتب هذا الكود، فراح تلاقيه مرفوع على مكان اسمه الجيت هاب، وبتقدر تنزله بكل سهولة. خلال الدورة راح يكون في عندنا فيديو يعلمك كيف تنزل الكود من الجيت هاب، لكن يفضل انك تكون عارف الجيت والجيت هاب، لانه هذا اشي اساسي لاي مطور، مو شرط انك تتعلمها قبل دورة الاشتمال، لكن خلال دورة الاجتمال مش غلط كل أسبوع تتعلم لك 3 فيديوهات 4 فيديوهات، من هون لنهاية الدورة راح تكون تخلص الجيت والجيت هاب. هاي مهارة مهمة جدا لأي مطور، مستحيل تشتغل بأي شركة إلا ما تكون تشتغل على الجيت والجيت هاب. الموضوع جدا بسيط وسهل. خلينا ننتقل للنقطة الثانية وهي طريقة شرح الدورة. كل فكرة راح أشرح لك إياها راح أشرح لك إياها مرتين، أول مرة باستخدام برزنتيشن يعني السلايدات، راح تكون السلايدات عبارة عن أنيميشن مش حكي، وبعد هيك راح أطبق لك الفكرة ككل. فالمفروض أنك تفهم الفكرة 100% في كل محاضرة. أكيد راح تسألني طب كيف بدي أدرس الدورة؟ أهم نقطة أنك تحضر الفيديو بدون كتابة أي شيء، فقط تحضر الفيديو بشكل كامل بعدين تكتب ملاحظاتك. هون قاعد بشارك معك طريقة كتابة النوت يعني الملاحظات. أول إشي بتعمل عندك النيم، النيم هو اسم المحاضرة والتاريخ اللي أنت كتبت فيها هاي الملاحظة. بعد هيك راح يكون في عندك كي بوينت. إيش يعني كي بوينت؟ مثلا أنا علمتك اليوم كيف تضيف فيديو باستخدام الـ HTML، فبتكتب add video أو video HTML. بعدين راح تلاقي إنه في عندك هون details. details هو وصف أو خلينا نحكي معلومات خاصة بالكي بوينت. فبحكي مثلا لازم استخدم تاج مثلا فيديو، في عندنا خصائص معينة، وبتكتب كل إشي متعلق اللي شرحت لك إياه في التيتيلز. آخر إشي عندنا السمر، السمر هو ملخص المحاضرة. بعد ما خلصت النوت بيجي هون مرحلة التطبيق. في هاي المرحلة تقدر ترجع تحضر الفيديو، لكن كل دقيقتين بتوقف أو كل 3 دقائق بتوقف. كل ما كثرت مشاهداتك للدقائق وبعدين طبقت بيكون أحسن، عشان تكون فاهم شو قاعد بتكتب. وأهم نقطة إنه خلال اليوم أقصى عدد فيديوهات تحضرها هو 3، أكثر من هيك مش رح يكون مفيد، لأنك ممكن تنسى المعلومات بعلمك إياها. أعطي لكل إشي وقت. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.